بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد الأستاذ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإخوة الأعزاء أصحاب المعالي وزراء الإسكان والتعمير العرب، السيد الأستاذ الدكتور خالد الذهبي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، السادة رؤساء وممثلي الوفود العربية، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يشرفني أن أرحب بضيوفنا الكرام جميعاً وأشكركم على تحملكم عناء السفر ومشقته للمشاركة في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع، والذي يأتي تحت عنوان نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة. وإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا ومشاركتكم فعاليات الجلسة الافتتاحية، وأهلاً بكم في جمهورية مصر العربية، أرض الكنانة ومهد الحضارة، وعلى أرض العاصمة الإدارية الجديدة. وإنه لو من دواعي فخرنا واعتزازنا أن يأتي هذا المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخالص الشكر والامتنان لهذا الدعم. وبهذه المناسبة أود الإشارة إلى أن المؤتمر يناقش هذا العام أحد أبرز التوجهات التي تهتم بها الحكومات العربية في الوقت الراهن، وهي المدن الذكية، والتي تساهم في تحقيق حياة أفضل للمواطن العربي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي جاءت معه الحاجة إلى رسم تصورات مستقبلية وحلول مبتكرة لتصبح مدننا العربية مواكبة لهذا التطور من خلال تخطيطها وتصميمها لتواكب الاستدامة. معالي أصحاب السعادة السيدات والسادة، يأتي هذا المؤتمر نتاجاً للتعاون العربي وانعكاساً لتضافر الجهود العربية من أجل طرح ومناقشة العديد من قضايا التنمية الحضرية الهامة، حيث يشارك به لفيف من معالي السادة وزراء الإسكان والتعمير العرب وحوالي مسؤول وخبير عربي من الدول العربية. ولكم أسعدني التمثيل الكثيف للدول العربية لعرض تجاربها وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة وقصص النجاح لديها، حيث يعرض خلال جلسات المؤتمر 19 ورقة وطنية يعرضها زملائي في وزارات الإسكان والتعمير العرب بالدول العربية، بالإضافة إلى المشاركة الثرية بالورقات البحثية من السادة الباحثين العرب والمصريين. تلك الأوراق البحثية التي تغطي محاور المؤتمر الأربعة: المدن الذكية، المدن المستدامة، جودة الحياة، التجارب العالمية والإقليمية. أود الإشارة أيضاً إلى المعرض المصاحب الذي سيتم افتتاحه من السادة الوزراء عقب الجلسة بمشاركة عربية مشتركة من الدول العربية والجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق المصرية والجامعات المصرية وشركات التطوير العقاري بإذن الله. يأتي هذا المؤتمر ضمن فعاليات عقب المؤتمر يوجد زيارة ميدانية غداً لمشروعات العاصمة الإدارية والمناطق التراثية بالقاهرة، وذلك لضيوفنا الكرام أصحاب السعادة الوزراء والوفود العربية الرسمية التي تشرفنا. أخيراً وليس آخراً، أود الإشارة إلى الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في سبيل التزام الدولة بدورها المحوري في توفير السكن الملائم لكل مواطن، حيث يمثل ذلك إسهاماً في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات بوجه عام وقطاع الإسكان بوجه خاص، فضلاً عن تطوير السياسات والنظم والتشريعات التي تتم هذه الأونة، وضع خطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية من خلال رؤى واضحة لتلبية احتياجات المواطن المصري للسكن. في ختام كلمتي أدعو الله
أن يكلل مؤتمرنا هذا بالنجاح، وأن تكون توصياته داعمة للمزيد من التعاون بين الدول العربية الأشقاء. شكراً جزيلاً.